اهلا بحضراتكم من جديد. ضيفي يعني واحد من المدربين الاكفاء داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، واحد من اللي بيشتغلوا دايما في هدوء لكن ليه بصمات مهمه جدا، كابتن احمد عبد الظاهر المدير الفني لفريق شباب النادي الاهلي. تحياتي ليك يا كابتن احمد. تحياتي يا كابتن اسامه ولكل المشاهدين وكل الاهلاويه اللي بيشوفوا قناه الاهلي. كابتن احمد عبد الظاهر ما شاء الله، يعني نرجع لورا شويه بقى. واحد من المدافعين اللي لعبوا في النادي الاهلي. يعني الحمد لله انا لعبت يمكن من وانا سن صغير شويه، من 19 سنه شاركت من موسم 2007 لحد موسم 2000 مع النادي، وبعد كده بقى طلعت السعوديه ورجعت تاني على الترسانه، يعني كان رحله كده شويه. عايز ارجع للبدايات، انت من ناشئين النادي الاهلي يا كابتن احمد. يعني من وانا عندي 13 سنه موجود في النادي. مين بقى اللي دخلك النادي الاهلي او رحت النادي الاهلي ازاي؟ انا جيت عادي في الاختبارات، كان كابتن رمضان السيد اللي كان ماسك، يعني كنت لسه بقى يعني في بدايتي ولسه اول مره العب على ملعب كبير ولسه مش واخد على الجو يعني، فودوني النيل، نادي نادي النيل. النيل. قعدت سنه هناك مع كابتن عماشه. كابتن رمضان السيد ساعتها كان ماسك منتخب القاهره في السنه دي، خدني من وانا في النيل لعبت في منتخب القاهره، والسنه اللي بعدها رجعني تاني النادي وفضلت بقى في النادي لحد الدرجه الاولى. تفتكر المدربين بتوعك في قطاع الناشئين وهتاف النادي الاهلي؟ طبعا يعني كابتن رمضان اول حاجه، بعد كده كابتن ابراهيم عبد الصمد، كابتن احمد عبد الباقي، كابتن شطه، كل اسماء دول مروا كبيره عليا. كلها. طبعا نجوم استفدنا منهم كتير وعلمونا حاجات كتير، يعني دول الجيل القديم وعلمنا المبادئ اللي احنا ماشيين عليها لحد دلوقتي يعني. فاكر الكابتن احمد عباقي؟ طبعا حبيبي ده. اكتر حاجه كان بيعلمها لكم في الملعب الكابتن احمد عباقي ضربات الرأس. ايوه. انا فاكر مره الكابتن احمد عباقي في التمرين وانا كنت صغير بقعد اتفرج عليكم، مش عايز اكبرك يعني، فكنت بقعد اتفرج، فكرات العرضيه الكابتن احمد عباقي يقعد نص اللعيبه، التمرين اللعيبه تلعب غلط بدماغها، فيقول لهم اتفرجوا وقفوا بقى، نص التمرين هو اللي نص بيلعب. التمرين هو نسي نفسه خلاص. هو كان يرفعوا مميز بصراحه جدا، يعني على قد ما كان سنه كبير كده واحنا وهو بيمرنا، لا كان بيلعبها بشكل مميز جدا، وكان بيعمل جامب وبينط وبيوجه، يعني كان مميز جدا في ضربات الراس. جيل الكابتن احمد عبد الظاهر بقى، مين كان من اللعيبه مين؟ كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن محمد فاروق، احمد فوزي، في بقى ياسر محمد وصاروخ وحسام عبد العال، يعني اسامي كملت أسامي شويه في كبيرة. الكوره واسامي كبيره، يعني كنا فرقه قويه الحمد لله. نروح بقى لفريق الشباب. كابتن احمد عبد الظاهر يعني السنه دي كان مساعد مع الكابتن محمد شرف، بعد رحيل الكابتن محمد شرف واعتذاره عن الاستكمال المهمه، كابتن احمد عبد الظاهر استكمل المهمه ما شاء الله، ماشي على نفس الخطى نفس النجاح. اخرهم مباراه زد، النادي الاهلي بيفوز على زد في مباراه كبيره 3-1. تمام. هو طبعا يعني هو السيستم في النادي هو هو، يعني التمرين طريقته هي هي، البرامج هي هي اللي بناخدها من المديرين الفنيين للقطاع، كابتن بدر وكابتن شوقي، فما فيش اختلاف، باختلاف الاسماء اللي موجوده هو هو نفس النظام ونفس السيستم، وده اللي منجح الفرق، يعني حتى لو مدرب مشي مدرب تاني جه بيكمل على نفس النهج وعلى نفس الاسلوب يعني. الحمد لله يعني في البدايه كسبنا ماتشين والدنيا مشيت كويس. بعدها الدنيا ما مشيتش احسن حاجه، حصل دروب كده وما كسبناش ماتشين، انما الحمد لله الماتش اللي فات للولاد بصراحه معانا بعض اللقطات هنا، ده الهدف او ركله الجزاء الاولى لمحمد زعلوك. دي اللي فتحت المباراه وميدو نبيل سجلها. بص، هو لما بتلعب فرقه كبيره وفرقه كويسه وبتلعبك كوره بيبقى ماتش حلو، يعني الماتش بيبقى فيه حلو، في تكتيك وفي شغل وفي جمل وفي تحركات، على عكس لما بتلعب فرق تانية بتتكتل جوه ال 18 وبتلعب بقى لعب عشوائي، فالماتش بيبقى ملوش طعم يعني. ففرقه زد الحقيقه من الفرق الكويسه وفرقه محترمه جدا، بتلعب ليها اسلوب لعب ومعاها جهاز فني كويس اجنبي. لكن الحمد لله احنا قدرنا نسيطر على معظم مجريات الماتش واضعنا فرص كتير بصراحه، وضربه جزاء كمان يعني ضربه جزاء جت بعد ثلاثه في الاخر وضاعت، يعني كان ممكن السكور يبقى اكتر من كده، بس الحمد لله يعني الولاد عملوا ماتش كويس جدا. الفائده من الماتش ده عوده الروح، يعني كان الماتشين اللي قبليه ما كانش فيه روح، وكان فيه كلام كتير حتى من كابتن وليد وكابتن شوقي وليهم تعليق على الموضوع ده، ان انت عارف الولاد في السن ده
بيبقوا طبعا مشغولين. الكلام عن الدرجة الأولى، عايز أطلع درجة طلع أولى، أنا لسه ما طلعتش ناس مستقبلي. بتكلمني عايز أروح إعارة، ده لي وكيل وده لي وكيل، وده بيكلمه وجايب له نادي وده جايب له نادي، ففي رغي كتير بالذات في السن ده. هعمل إيه السنة الجاية؟ الولاد بتبقى دايما مشغولة بالحاجات اللي هتحصل بعد كده. فاحنا كل كلامنا معاهم ان احنا بننقل لهم خبراتنا، ان انت بتعمل اللي عليك وبتجتهد، كويس. وان انت تطلع بقى درجه اولى او تروح نادي كويس او تطلع اعاره او اي حاجه تحصل، دي حاجه بتاعت ربنا. المهم انت بتخلص في شغلك وبتجتهد وبتعمل اللي عليك، والفرصه ما بتجيلك ربنا هيكرمك ان شاء الله. اهم حاجه تبقى جاهز للفرصه. اهم حاجه تبقى جاهز. طمنا على ميدو نبيل. ميدو نبيل ظهر فتره طلع الدرجه الاولى وتالق ونزل مره تانيه قطاع الناشئين وبيشارك في الماتشات. المباراه الاخيره مع زد ما شاء الله تالق متالق فيها وبيحرز هدفين والدنيا بدات تشتغل معاه بشكل ميدو من كويس. اللعيبه الكويسه جدا، لعيب تحس انه لعيب تقيل، يعني لعيب تقيل هادي، بيعرف يتحكم في ريتم الماتش، بيعرف يمسك كوره ويقف عليها. الفتره اللي طلع فيها مع الدرجه الاولى بصراحه ادى بشكل كويس جدا، لكن هي طبعا بتبقى وجهات نظر وبتبقى ظروف، يعني ان اللعيب يطلع الدرجه الاولى ويكمل بتبقى ظروف حسب الفتره. المدير الفني كمان، المدير الفني وجهه نظره ايه، الظروف الماتشات اللي هياخدها ايه، ما تبقاش حاسمه مثلا وفي فرصه انه يجرب، فبيدي فرصه للصغيرين. فان شاء الله يعني، وفي اسماء كتير في الفرقه كلنا بصراحه، برضه في محمد يعني اشرف، في احمد اشرف، احمد اشرف اخو محمد، اخو محمد وفي ابراهيم عبد الحكيم، وفي اسلام عبد الله، وفي احمد طعيمه، وابو الخير، محمد يعني في الولاد كلهم مجموعه كويسه. وعلى فكره لما بيطلعوا بيتمرنوا مع الفريق الاول يعني بيشدوا الانتباه، بس هي زي ما بقول لك الظروف، الظروف تخدم ان يبقى في مساحه ان هم ياخدوا فرصه ويظهروا، هيظهروا بشكل كويس وممكن في ناس كتير منهم تكمل يعني ان شاء الله. الشرقيه كان طلع في فتره برضه تألق فيها وكان لعب في بطولة الرابطة وبدأ يظهر في فترة بعد، بدأ يرجع مرة تانية. طمنا برضه على الشرقية، واحد برضه من المدافعين المميزين. مدافع طبعا كويس ومميز وعنده إمكانيات، بيلعب دماغه كويس، قوي في الالتحامات، سريع، إنما برضه زي ما بقول لك الفكر، الفكر بقى أنا عايز أستمر، مش أظهر فترة وبعد كده يحصل لي دروب أو أكسل. لما كسل دي وهتجيلي فرصه وانا مكسل كده مش هبقى جاهز ليها. فلازم دايما ابقى شغال بنفس السيستم وبنفس الاصرار وبنفس العزيمه عشان لما تجيلي الفرصه دي ابقى جاهز، ابقى جاهز. بس هو ابتدى دلوقتي يعني من كلامنا معاه ابتدى يرجع تاني ويقف على رجله وخد ماتشات كتير كويس واشتغل معانا كويس وشغال يعني الحمد لله. مصطفى مخلوف، مصطفى مخلوف يعني برضو من الحراس المميزين. لما بتكلم عن حراسه مرمى النادي الاهلي اللي بتبتدي محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، يعني بنطمن. أمان. أمان. ولا كمان أبناء النادي الأهلي. وأبناء يعني النادي. أنت ما طالعين كلهم بره. من القطاع. لا ده أنا عندي الوقت الحالي والحاضر والمستقبل، يعني في كل الأعمار السنية. دليل برضو إن المنظومة تحت شغالة بشكل كويس. بتطلع دايما باستمرار جيل ورا جيل ورا جيل بيسلموا بعض. بالدليل إن أنت عندك أربع أجيال أهو حراس طالعين ورا بعض. ولسه في كمان في حازم في 2005، ويعني انا طبعا ما اعرفش اسماء الحراس كلها اللي تحت، بس في عمر كامل وحازم جمال، بس في يعني ما شاء الله كلهم على مستوى يوسف عالي. يوسف صنديد في 2008 يعني ما شاء الله عندنا حراس على مر السنين اللي فاتت. لا القطاع شغال بشكل كويس، مش في حراس المرمى بس، حتى في اللعيبه كمان، وبيطلع لعيبه باستمرار، وبتشوف حتى اللعيبه اللي ما بتكملش في الدرجه الاولى منتشرين في يعني في انديه مصر كلها. يعني مفيش نادي في مصر ما فيهوش اتنين تلاته من قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وبيبقوا شكلهم مختلف، يعني شكلهم وامكانياتهم والكواليتي بتاعهم فظيل بيبقى مختلف عن اي لعيب في اي نادي تاني. تقول ايه للناس يا كابتن احمد اللي دايما تقول اصل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي ما بيطلعش، اصل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وكلام كتير، لكن لما بتمسكها بالورق والقلم لا قطاع الناشئين النهارده لما بتتكلم عن الدرجه الاولى، يعني عندك محمد عبد المنعم وعبد القادر، عندك الشناوي لو بنتكلم، احنا ما بنتكلمش على جيل قديمه بقى، بنتكلم عن مصطفى شوبير في الوقت الحالي، حمزه، مصطفى مخلوق، يعني في كريم الدبيس في في الباك ليفت، يعني مع من معتز محمد معتز من الناشئين، وفي زعلوك طالع، وفي بقى الفرق الاعارات اللي طلعت رافت خليل والناس ترجع تاني. تمام. وبص كمان على الاعارات اللي انت سبتها، يعني في مثلا شكري، محمد شكري الباك ليفت،
ماشي بشكل كويس جدا مع سيراميكا وعامل ماتشات كويسه. واحمد نبيل كوكا كمان، احمد نبيل كوكا طبعا ده يعني ما شاء الله ماشي بشكل اكتر من ممتاز، وان شاء الله يحط رجله ويبقى من اللعيبه الاساسيه يعني ان شاء الله. كابتن احمد عبد الظاهر، كم سنه كمدرب في قطاع النشئين بنادي الاهلي؟ انا من 2017 تقريبا في القطاع، كنت قبل كده في الاكاديميه. ابتديت الاول بالاكاديميه، في الاكاديميه مع الكابتن مع كابتن ابراهيم عبد الصمد في الفرع الشيخ زايد، كابتن شوقي كان المشرف على الاكاديميه. بعد كده مسكت مساعد مع كابتن مدحت طه في فريق الشباب 97، كانوا هم دول فريق الشباب، مسكت معاه سنه. والسنه اللي بعدها كان 97 خلاص، مسكنا 99 برضو الشباب. بعد كده مع كابتن عمرو انور مسكنا سنتين مساعد معاه، والسنه الثالثه مسكنا 2001. يعني دايما كنت باخد الفرق اللي هي الكبيره تحت الدرجه الاولى. وكابتن عمرو انور ما كملش وجات له فرصه يعني، راح في نادي تاني اشتغل شويه مستر مايكل بروكيتش مع الفرقه، وبعد كده كنت موجود معاه. وجه كابتن محمد شرف كمل السنه. السنه اللي فاتت كنت ماسك ال 2009 مدير فني، ومسكت منتخب القاهره كويس. ما شاء الله خبرات كبيره في الست سنين من 2017 ل 2023 الحمد لله، خبرات كبيره وفرق متنوعه ومدارس مختلفه. يعني ما بتمسك مع كذا مدرب بتاخد منه الحاجات اللي تناسبك او اللي تناسب اسلوبك، وبتعمل انت اسلوب خاص بيك بقى. فده الحمد لله اللي نجحني، خبراتي مع المدربين دي اتعلمت منهم حاجات كتير. وفي النهايه بتعمل شغلك انت بقى ورؤيتك انت كمدرب يعني. طيب هنروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل بقى عايز اسالك عن كابتن بدر رجب، التعاون مع كابتن بدر رجب، ايضا اصبح محمد شوقي نائب المدير الفني في قطاع النشئين بالنادي الاهلي، كيفيه التعاون برضو والمتابعه والاجتماعات وما يدور دايما في الاجتماعات، هعرف اجابتك ولكن بعد الفاصل.